السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم هبة حسن من قناة هاند ميد. النهاردة ان شاء الله هوريكم انا الحاجات المشتريات بتاعتي من العتبة، الخرز، عشان شغل رمضان ان شاء الله. ده انا ما رحتش العتبة بنفسي، ده صاحبتي وحبيبتي هي اللي جابتهم لي. بصوا، ده خرز سداسي، لا خرز ضرس شفاف، وده سداسي. بصوا الوانه، ده الوانه حلوه جدا. ده السداسي وده ضرس اسود وده ضرس بامبا، ده ضرس شفاف وده ضرس احمر، ده سداسي مدار، ده ضرس شفاف وده ضرس عادي، تمام اهو. الوان حلوه جدا، تسلم ايديها وذوقها. ده بني، وجبت خرز مقاس 10 كريستال بلاستيك، جبت كذا لون اهو، الفوانيس المدورة، الفوانيس اللي بالخرز المدور اخضر، وده ضرس اهو اهو، ده مدور. الاسعار، ده مستورد، خرز مستورد ب65. انا مكاني انا من اسماعيليه، وده جالي شحن، وجبت بقر مقاس 2 مقاس 70 و2 مقاس 60 عشان الشغل اهو، تمام. جبت الوحدات، وحدات مدورة، ودي وحدات الضوء بس، وحدات الضوء بس اهي، وحدات الصوت والضوء او جت. حبة اهم حلوين، تمام. وانا اصلا عندي الخرز الصغير اللي هعمل بيه الميداليات، وده كنت شغاله بيه الوان ايه الضرس اهو، وفي ده كريستال مقاس 10، كل ده خرز مستورد. فانا حبيت اشارككم الحاجه اللي انا جبتها، واللهم بلغنا رمضان جميعا يا رب، ويحسن لي سوق الحاجه انا وانتو. وشكرا جدا يا بنات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.